بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيد القادات وقائد السادات محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم صل على النبي محمد واجعله شافعا لنا يوم غد. أما بعد، بفضل الله ومنه وكرمه ما زلنا نواصل هذه المحاضرات الطيبة الماتعة النافعة، وما زلنا مع هذه الدورة المباركة، وهي دورة أصول القراءات إفرادا مع قراءة أبي عمرو البصري، مراجعة للمحاضرة السابقة. طبعا دائما كالمعتاد نذكر بالكتاب المعتمد، وهو كتاب الدرر الحساب في القراءات العشر للقرآن، كتاب قراءة أبي عمرو البصري. طبعا المحاضرة السابقة فعليا كانت هي امتحان تنشيطي، والحمد لله يعني أنا رأيت علامات مشرفة ونتائج جميلة جدا بفضل الله، وهذا إن يدل على يعني سعة علمكم، اجتهادكم في التدرب وتعلم هذه الرواية وهذه القراءة. الحمد لله أنا انبسطت كثير من العلامات، وإن كان البعض يعني بعض الأسئلة البسيطة جدا لم يجيب عليها بالشكل الصحيح، لكن بشكل عام الإجابات رائعة كانت، بغض النظر عن بعض الإجابات. وهذا لا يعني أنه ممكن أن يكون الطالب نفسه أحدكم يعني ما كانش منتبه إلى هذا السؤال أو غير ذلك، لكن أنا الهدف من هذا الامتحان التنشيطي هو معرفة المستوى. فالحمد لله وبفضل الله كانت الأمور رائعة كثيرا، لكن احنا سنراجع بشكل سريع المحاضرة قبل السابقة اللي هي الأخيرة. فعليا أخذنا بعض التحضيرات فيها نحو اجتماع مضغم مكسور الأول ومضغم مفتوح الأول ومضغم مضموم الأول نحو هذه الآية، وتحدثنا عنها بالتفصيل كيف يعني الأوجه الخاصة بها، ثم انتقلنا إلى مثال آخر. طبعا كانت هذا الاستكمال للمحاضرة أيضا التي قبل هذه المحاضرة، كان هذا الاستكمال لها أيضا. هذا الآية كيف يتم تخريجها كما هو موجود أمامنا على الشاشة، ثم انتقلنا إلى حكم التقاء الساكنين، وقلنا إذا التقى ساكنان في كلمتين فالبصري يحرك الساكن الأول بالضم، وذلك بشرطين. أهم حاجة أنه في عنده شرطين في ذلك. الشرط الأول هو إذا كانت الكلمة الثانية مبدوءة بهمزة وصل تضم عند الابتداء بها، أما الشرط هذا الشرط الأول. أما الشرط الثاني أن يكون الساكن الأول لفظ أو لفظ قل، نحو هذه الأمثلة الموجودة أمامنا على الشاشة. وقلنا يجب علينا الاحتراز من بعض الأمثلة المشابهة نحو لقد استهزئ، هذه لم ينطبق عليها الشرطين. طبعا تحديدا الشرط الثاني اللي هو ان يبتدا بها ان او عفوا يكون اللفظه الثانيه هي لفظه قل او لفظه او، اذا لم ينطبق عليها. ايضا نحو ان اقتلوا برحمه ادخلوا، فمن اضطر هذه نحذر من هذه الكلمات وما شابه. ثم انتقلنا الى باب الالفات السبعه، وقلنا انه الامام البصري يقرا لفظ سلاسل من سوره الانسان بحذف الألف وصلا وإثباتها وقفا في هذه اللفظة. أيضا من سورة الإنسان نفسها، طبعا عفوا نفس اللفظة هكذا. اللفظة الثانية لفظة الظنونة، أيضا حذف الألف وصلا ووقفا في ألفاظ ثلاثة. الأولى هذه الألفاظ هي لفظة الظنونة، ثانية هذه اللفظات هي الرسولة، ثالث هذه اللفظات هي السبيلة. أيضا لفظ ثمودا، هذه الكلمة قرأها الإمام البصري بتنوين الدال ويقف عليها طبعا بألف العوض، وردت في أربع مواضع في القرآن وأخذنا ذلك بالتفصيل. وأيضا كان مراجعة عامة لباب الإضغام الكبير بشكل عام من حيث المتقابلان والمتقاربان والمتجانسان الكبير. هيك احنا نكون راجعنا المحاضرة السابقة. مين عنده سؤال فيها؟ ننتقل إلى محاضرة اليوم. محاضرة اليوم يا جماعة محاضرة مهمة جدا، وهذه المحاضرة كثيرا ما ترد عند القراء أو عند أكثر القراء،
يعني أغلب القراء لهم عمل في هذا الباب الذي سنتحدث عنه اليوم، مع أنه باب لطيف وظريف وجميل، ويعني هو يتعامل مع لهجة أو حرف من حروف العرب. مع ذلك يعني في المقابل أقول هو لقاء مهم ومحاضرة مهمة، أتمنى من الجميع الانتباه جيدا لهذه المحاضرة لأنها تتكرر في القراءات الأخرى وفي الروايات الأخرى. فنبدأ مستعينا بالله، أبدأ مستعينا بالله. حديثنا اليوم إن شاء الله عن باب الفتح والإمالة. الفتح والإمالة، طبعا الفتح هو لغة أو هو يعرف بفتح القارئ فمه بالحرف. الفتح هو فتح القارئ فمه بالحرف، أما الإمالة فهي في اللغة التعويج أو العدول إلى الشيء والإقبال عليه. أما الصلاح هو أن تنحو بالفتح نحو الكسرة وبالألف التي بعدها نحو الياء. وهي طبعا هي تنقسم، أقول وهي طبعا تنقسم إلى قسمين، إمالة كبرى وإمالة صغرى، أو ما يعرف بالتقليل، أو ما يعرف بالتقليل. طيب، الإمالة الكبرى يا جماعة تكون بين الألف والياء. إذا الإمالة الكبرى، لاحظوا إحنا لو حددناها راح تقريبا على يعني زاوية 45 من ناحية الياء و45 من ناحية الألف، إذا هي تقع في المنتصف. إذا الإمالة الكبرى هي تكون بين الألف والياء تماما، لا بس بشرط مهم جدا ألا نقلبها إلى الياء. أحيانا مثلا يقرأ البعض والضحي، هيك والضحي كأنها ياء، يشترط العلماء عدم قلبها إلى ياء خالصة، عدم قلبها إلى ياء خالصة. طيب، هذا بالنسبة للإمالة الكبرى. طبعا أحيانا تسمى بالإضجاع، وإذا قلنا إمالة نقصد بذلك الإمالة الكبرى. يعني عند القراء بشكل عام إذا قيل أو إذا قيل إمالة يقصد بها الإمالة الكبرى. طيب التقليل، التقليل يطلق عليه الإمالة الصغرى، وهي تكون بين الألف أي الفتح الطبيعي وبين الإمالة الكبرى. لاحظوا إحنا في الإمالة الكبرى قلنا ماذا؟ ما بين الياء والألف، لكن في التقليل أي الإمالة الصغرى لا نقول كذلك، إنما نقول بين الإمالة الكبرى وبين الألف. إن شاء الله تكون هذه النقطة واضحة. طبعا الإمالة الكبرى يطلق عليها التقليل، ويطلق عليها بين بين. عندما نقول بين بين أي بين الإمالة الكبرى وبين الألف، بين الإمالة الكبرى وبين الألف. إذا التقليل يطلق عليه بين بين، يطلق عليه إمالة صغرى، يطلق عليه تقليل، ألفاظ متعددة للعلماء كلها بمعنى واحد وكلها عملها واحد. أما الإمالة الكبرى فهي كما قلنا يطلق عليها أحيانا إضجاع، وإذا قلنا إمالة نقصد فيها الإمالة الكبرى. لكن لو أردنا التقليل إما أن نقول تقليل أو نقول بين بين أو نقول إمالة صغرى. فأتمنى إن شاء الله تكون وضحت هذه النقاط في الفقه. طيب، إحنا يعني نعرف أن اللسان يرتفع بالفتح وينحدر بالإمالة، وكما هو معلوم أنه الانحدار أخف على اللسان من الارتفاع بشكل عام. حتى نحن في حياتنا العملية عندما نكون في طريق منحدرة أفضل للإنسان من الطريق المرتفع، فالانحدار أيسر وأخف على اللسان من الارتفاع، لذلك أمال من أمال. إذا ما هو سبب الإمالة؟ والتخفيف، ويعني القراءة بيسر، لأنه الألف تحتاج إلى نوع من الفتح الفم وإلى قراءة بشكل يعني جيد. لذلك كثيرا يا جماعة من نسمع بعض طلبة العلم ويقرأ بشكل يعني أقرب إلى التقليل أو أقرب إلى الإمالة الكبرى، فلنحذر من ذلك. إذا من قلل أو من أمال يعني هو ذهب إلى ناحية التخفيف والقراءة بيسر وسهولة. أما من قرأ بالألف بالفتح الخالص فهو راعى في ذلك أن الفتح هو الأصل وهو الأمتن. عندنا حديث مشهور عن سيدنا ابن مسعود يقول عندما كان يقرأ عنده رجل، أو في الحديث
أنه عندما كان الرجل يقرأ على سيدنا عبد الله بن مسعود وقرأ سورة طه ولم يكسر، أو يعني بمعنى الإمالة، الحروف المقطعة في بدايتها، فقرأ سيدنا عبد الله بن مسعود طه وأمال الطاء والهاء 3 مرات وقال: والله هكذا علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا اختلف أهل اللغة هل الفتح هو الأصل أم الإمالة. الراجح في الأمر أنه الفتح. طب ما هو السبب في ذلك؟ السبب في ذلك لأن الإمالة تحتاج إلى سبب بخلاف الفتح، فهو لا يحتاج إلى سبب. إذن الإمالة هي فرع من الفتح. لذلك قال ابن القاصح في شرحه لخزن الأماني ووجه التهاني المعروف بالجزرية بالشاطبية إن كل ما يمال يجوز فتحه، وليس كل ما يفتح يجوز إمالته. إذن عبارة جميلة جدا عن الإمام ابن القاصح إنه كل ما يمال يجوز فتحه، وليس كل ما يفتح يجوز إمالته. طيب السؤال الذي يطرح نفسه: ما هو الغرض من الإمالة أو التقليل؟ الغرض من الإمالة أو التقليل الإعلام بأن أصل الألف الياء، أو التنبيه على قلبها إلى ياء في موضع معين، أو مشاكلتها للكسر المجاور لها. الآن عندنا سؤال: كيف نعرف أن، طبعا أنا أقول لإظهار كان الغرض كما ذكرت قبل قليل، ما هو الغرض من الإمالة والتقليل؟ قلنا الإعلام بأن أصل الألف الياء. طيب كيف نعرف أن هذه الكلمة التي نريد أن نقرأها أصلها ياء مثلا في الأسماء؟ من يقول لنا، من يقول كيف نعرف أن أصل هذه الكلمة التي سننطقها التي فيها ياء، كيف نعرف أصلها أنها ياء في الأسماء، تحديدا في الأسماء؟ شيخ جاسر. عند تثنية الكلمة شيخ، تمام، الله يفتح عليك. مثلا الهدى كيف نقرأها؟ الهديان. الهديان، الله ينور عليك. طيب إذا قلبت عند التثنية ياء فهذا أصلها ياء، أما إذا لم تقلب إلى ياء فنعلم أن أصلها ليست بياء فلا تمال. أعيد: إذا قلبت إلى ياء فإنها تمال. طبعا هذا حديث الآن عام عام لكل القراءات يا جماعة. لحتى هذه اللحظة احنا لم ندخل إلى موضوع الإمام البصري في ناحية من حيث التقليل والإمالة. أنا أقول إذا أردنا أن نميل كلمة فيها ياء أو فيها ألف، فكيف نعرف أن أصل هذه الألف هو ياء؟ عندنا قسمين، طبعا احنا عندنا أسماء وعندنا أفعال. في الأسماء نثني هذه الكلمة، كما نقول الهدى فنقول الهديان، فهذه الألف قلبت في الهدى، قلبت إلى ياء في كلمة الهديان، فنعلم أن أصل هذه الألف هو ياء. أما إذا لم يقلب أو لم تقلب هذه الألف إلى ياء فمعنى ذلك أنها ليست بياء أصلا، فإنها لا تمال في هذه اللحظة. وأرجع وأكرر، أنا لم أقصد حتى الآن أو لم أتطرق إلى قراءة الإمام البصري، حديثي وكلامي عام. إذا كان أصلها ياء قد تمال عند الإمام البصري أو لا تمال، حسب الآن بعد قليل سنتحدث عنه. أنا أتحدث بشكل عام، أي كلمة في الأسماء أردنا أن نميلها فلا بد أن نعرف أصلها ياء أم لا، أم غير ياء هذه الألف. فإذا ثنينا هذه الكلمة وقلبت إلى ياء علمنا بأن أصلها ياء، فحينها ممكن أن تمال حسب قاعدة هذا القارئ أو هذا الراوي. سؤال آخر: كيف نعرف أن أصلها ياء في الأفعال؟ في الأسماء قلنا نثنيها، طب في الأفعال من يقول؟ نسمع الشيخ حكمت، تفضل الشيخ حكمت. السلام عليكم شيخ، نضيف وعليكم لها السلام. ضمير المتكلم، اشترى اشتريت. تمام، أنسب هذا الفعل لي فأقول مثلا اشترى فأقول اشتريت. فإذا قلبت هذه الياء أو هذه الألف إلى ياء فنعلم أن أصل هذه الألف هو ياء، أما إذا لم تقلب إلى ياء فمعنى ذلك أن هذه الألف أصلها ليست بياء فلا تمال. فنقول مثلا اشترى اشتريت. ففي هذه الحالة قلبت هذه الألف إلى ياء فنعلم أن أصلها ياء
فهي تمال عند من يميل هذه الكلمات. طبعا ممكن البعض يقول لنا طب نعود إلى مصدرها أو ما شابه ذلك. نحن نقول يعني إذا كان الإنسان غير ضليع في اللغة العربية يتعامل مع هذه الطريقة الهينة والبسيطة والسهلة، فبالتالي يعرف أصل هذه الكلمات، أصل هين وبسيط. طيب ننتبه إنه في عندنا 13 يعني كلمة في القرآن، هذه أصل الألف فيها واو، أصل الألف فيها واو، جمعها الإمام المتولي في الأبيات التي أمامنا: عصى شفا إن الصفا أبا أحد، ثنى ما زكى منكم خلا وعلا ورد، عفا ونجا قل مع بدا ودنا دعا، جميعا بواو لا تمال لدى أحد. هذه الكلمات الموجودة أمامنا على الشاشة، عصى وكلمة شفا والصفا وكلمة أبا وسنى وزكى، هذه الكلمات اللي عددها 13، هذه الكلمات لا تمال عند أي واحد من القراء. لماذا؟ لأنه أصل الألف فيها ليست بياء. طيب ما دليلنا على ذلك؟ مثلا عصا، فنقول عصوان ولا نقول عصيان، إنما نقول عصوان، فمعنى ذلك هذه الكلمة أصلها ياء، أصلها واو وليس ياء، فلذلك هي لا تمال. عندنا في البيت الأول اللي ذكرناه عصا شفا إن الصفا أبا أحد، يعني العلماء قال المقصود في أبا هو في هذا البيت هو ما كان من الأبوة، نحو قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد. طيب أما أبا من أبيت من الإباء فتكون فيها الإمالة عند من يميل، لاحظوا عند من يميل، نحو قوله تعالى: إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. لاحظوا عند من يميل أو يقلل ذلك، مثل الإمام ورش في كلمة ما كان محمد أبا أحد لا يوجد لا فيها إمالة ولا تقليل عند أحد من القراء، لكن الآية الثانية: إلا إبليس أبى أن يكون، أبى هذه فيها إمالة وتقليل عند من يميل من القراء. إذا المقصود في البيت الأول من أب في كلمة أبى وما كان من الأبوة، أما ما كان من الإباء من أبيت أنا فيكون فيها الإمالة. طيب ننتقل الآن إلى مذهب الإمام البصري في الإمالة الكبرى، مذهب الإمام البصري في الإمالة الكبرى. طبعا احنا عندنا الإمام البصري ينقسم عنده الأمر إلى قسمين: إمالة كبرى وإمالة صغرى. بعض الكلمات يكون فيها إمالة كبرى وبعض الكلمات يكون فيها إمالة صغرى، أي تقليل، أي تقليل. كما قلت قبل قليل البصري عنده منهج في الإمالة، عنده بعض الكلمات يميلها إمالة كبرى وبعض الكلمات يميلها إمالة صغرى. اليوم إن شاء الله راح نتحدث عن الإمالة الكبرى، أرجو أن تنتبهوا معي جيدا في هذا الموضوع، لأن كما قلت في بداية المحاضرة موضوع اليوم موضوع شيق وجميل. أولى هذه الأمور أن الإمام البصري أمال قولا واحدا: كل ألف وقعت قبل راء متطرفة مكسورة كسرا أصليا. إذا هنا أقول كل راء متطرفة مكسورة كسرا أصليا، فإذا قلت كل راء مكسورة متطرفة خرج من عندنا هنا ما كانت متوسطة حقيقة، نحو نمارق، نحو فلا تماري فيهم، نحو الجوار المنشآت. إذا هذه الكلمات لا يكون فيها إمال، إذا هذه الكلمات لا يكون فيها إمالة. لماذا؟ نحو نمارق ونحو الجواري، لماذا؟ لأنه شرطنا أن تكون متطرفة مكسورة، طب هذه وقعت فيها الراء ليست متطرفة، إذا لا يوجد فيها إمالة. طيب لما نقول مكسورة كسرا أصليا، إذا ما كان يعني ما كانت فيها الكلمات مكسورة غير الكسر الأصلي أيضا لا يوجد فيها إمالة. طيب مثالنا على الكلمات التي أمالها الإمام البصري، نحو الناري، هذه راء متطرفة مكسورة كسرا أصليا قبلها ألف. طيب إذا كيف تقرأ النير؟ نير، إيه النير. الداري كيف تقرأ؟ الدير، ديرهم. الأبرير، القرير. إذا هذه الكلمات تقرأ بالإمالة عند الإمام البصري. الآن
السؤال: هل جاء ذلك في جميع القرآن؟ نقول في جميع القرآن إلا لفظين فقط الإمام البصري فتحهم. إذن هذا الشرط يقول، أو الشرط العام يقول، أن الإمام البصري أمال كل راء متطرفة وقعت، طبعا مكسورة كسرا أصليا، ما قبل ألف الإمام البصري يميلها، إلا لفظين الإمام البصري فتحهم. ما هما هذول اللفظين؟ اللفظ الأول هو كلمة والجاري، طبعا في موضعين من سورة النساء في الآية 36: والجاري الجنب والجاري ذي القربى. هذه الكلمة الإمام البصري لم يميل هذه الكلمة، مع أن الراء متطرفة مكسورة وقبلها ألف، لكن لم يميلها الإمام البصري. الثانية، الكلمة الثانية هي كلمة جبارين، وقعت في المائدة الآية 22، ووقعت في سورة الشعراء الآية 30. فهذه الكلمة أيضا لا يميلها الإمام البصري. إذا هذه الكلمتين لم يميلها الإمام البصري، لكن ما دون ذلك غير ذلك أمالها الإمام البصري. إذا نعود نقول أن الإمام البصري أمال إمالة كبرى، كل ألف وقعت قبل راء متطرفة مكسورة كسرا أصليا، إلا اللفظين الموجودات أمامنا على الشاشة. ننتقل إلى الأمر الثاني: أمال البصري الراء في فواتح الصور نحو ألف لام ري. هذه الراء أمالها الإمام البصري. إذا أمال الإمام البصري الراء في فواتح الصور بشكل عام. الأمر الثالث: أمال البصري الهاء في فواتح الصور نحو قوله تعالى كاف هي عين صاد. إذا هذه الهاء أمالها الإمام البصري. طيب لو قلنا مثلا طه، أيضا الإمام البصري أمال الهاء طاهي. إذا الهاء في حروف فواتح الصور وكذلك الراء الإمام البصري أماله. ولاحظوا أنا أقول البصري، يعني الإمام الدوري والإمام السوسي كلاهما يميل هذه الكلمة. الأمر الرابع: أمال البصري الهمزة من الفعل رأى كيفما كان حاله. ولاحظ أنا قلت هنا الهمزة، وإذا قلنا الهمزة يلحق بذلك الألف، يلحق بذلك الألف كيفما طبعا كان حال هذا الأمر، طبعا في شرط معين راح نتحدث عنه بعد قليل، و بشرط أيضا إلا إذا وقع قبل ساكن متصل به فلا يمال. إذا الفعل رأى يمال كيف كان حاله إلا إذا وقع هذا الفعل قبل ساكن متصل به فلا يمال. إذا كيف سأقرأ؟ رأي راء بدون إمالة، ثم إمالة الهمزة والألف، رأي هكذا. طيب لنرى، الفعل رأى ممكن طبعا نقسم الامر الى قسمين: اذا كان بعده متحرك او اذا كان بعده ساكن. اذا كان بعده متحرك في كل الاحوال اماله الهمزه، اماله الهمزه طبعا ممكن يكون متصل به هذا المتحرك او منفصل عنه، لكن كما قلت بشكل عام سوف يكون هناك اماله للهمزه في كل الاحوال، سيكون اماله للهمزه. نحو رآه، فكيف سيقرأ؟ رأيه، رأيه هكذا. طب إذا كان منفصل عنه نحو رأى كوكبا، سوف يقرأ رأي كوكبا، رأي كوكبا، طبعا في حال الوقف رأي هذا مفروغ منه. طب إذا كان بعده ساكن، هذا الساكن قد يكون متصل به وقد يكون منفصل عنه. كيف منفصل عنه؟ يعني نحو رأى الشمس، بداية كلمة الشمس ساكن، ورأى قبلها فهذا بعده ساكن، لكن بعده ساكن منفصل عنه. طب ما هو الحكم؟ إذا كان متصل به فبدون إمالة. نحو ماذا؟ نحو رأتهم. هذا الفعل أو هذه اللفظة لا تمال مطلقا عند الإمام البصري. إذا كيف تقرأ؟ رأتهم، إذا بدون إمالة. طب إذا كان منفصل عنه فإما أن يكون وقفا أو يكون وصلا. طب والله وقفا، كلمة رأى الشمس، سوف أقف على الفعل رأى، سوف أميل الهمزة، وكما قلنا إذا أملنا الهمزة سوف تمال الألف تلقائيا، فكيف سيقرأ؟ رأي، رأي هكذا.
أما إذا كان وصلا فبدون إمالة، بدون إمالة فسوف يقرأ، سوف يقرأ رأى الشمس، رأى الشمس هكذا. الأمر الخامس، أمال البصري قولا واحدا كل ألف من ذوات الياء وقعت بعد راء، وقعت بعد راء. إذا أمال البصري قولا واحدا كل ألف من ذوات الياء وقعت بعد راء، وهنا نقول من ذوات الياء نفرق بين ذوات الياء وذوات الراء. إذا قلنا ذوات الياء مقصود فيها ما انقلب عن ياء، ما كان أصله ياء، لكن إذا وقعت هذه الكلمة التي أصلها الأصل الألف فيها ياء وقع بعدها راء فيطلق عليها اسم آخر وهو ذوات الراء. فنفصل أو نفرق بين اللفظين، ذوات الياء هي كلمة فيها ألف انقلبت عن ياء ولكن لا يوجد بعدها، أو لا يوجد في هذه الكلمة راء قبل هذه الألف نحو أخرى. طب إذا كان قبلها راء نحو أخرى النصارى، يعني نغير الاسم من ذوات الياء فنطلق عليها ذوات الراء. هذا تمييز العلماء بين ذوات الياء وذوات الراء، لكن أصل ذوات الراء هو أصلها الألف اللي الموجودة فيها أصلها ياء، فهي منقلبة أو يكون أصلها من ذوات الياء. إذا الأصل هو من ذوات الياء. إذا أمال البصري قولا واحدا كل ألف من ذوات الياء وقعت بعد راء نحو أخري النصاري اشتري تري القري مجريها مجريها سكاري أسري. طبعا كما قلنا تسمى ذات الراء، إلا قوله تعالى يا بشراي. طبعا يا بشراي عند الإمام حفص، عند الإمام حفص يا بشرى هذه وقعت في الآية 19 من سورة يوسف. هذه الكلمة للإمام البصري وضعية خاصة فيها، فله فيها إما الفتح أو الإمالة أو التقدير، فتقول يا بشراي أو يا بشري أو يا بشراي هكذا. هذه الثلاثة ألفاظ لهذه الكلمة للإمام البصري. لنرى على الشاشة، إذا إمالة البصري بشكل عام في قوله تعالى يا بشراي له فيها الفتح أو الإمالة أو التقليل. الأمر السادس، اختص السوسي. ولاحظوا هنا نقول السوسي لأنه قبل قليل كنا نتحدث عن الإمام البصري بالروية، الآن لا، الآن الأمر هذا الإمام السوسي، لكنه يتعلق فيما قبله من كلمات أو من الأمر السابق اللي هو ذوات الراء. فالعلماء هنا قالوا أن الإمام السوسي اختص في حال ما إذا وقعت ذات الراء قبل ساكن هذه الكلمة نحو ترى نحو أخرى، هذه الكلمات بشكل عام إذا جاء بعدها ساكن نحو الأمثلة الموجودة أمامنا على الشاشة وترى الملائكة، اللام هنا ساكنة، ذكر الدار اللام ساكنة. فالعلماء قالوا، أو قال العلماء أن الإمام السوسي له وضعية خاصة في هذه الكلمة. ما هي هذه الوضعية؟ طبعا ذات الراء إما قبل ساكن، قبل ما ندخل إلى يعني تخصيص الإمام السوسي نتحدث عنه بشكل عام، ذات الراء قبل ساكن لنا إما فيها وقفا أو وصلا. وقفا الإمام البصري بشكل عام بمعنى الدوري والسوسي قرأوها بالإمالة، قرأوها بالإمالة. أما وصلا فهذه خاصة بالإمام السوسي وقفا، عفوا خاصة بالإمام السوسي فقط. إذا وقفا الإمام الدوري والسوسي اختصوا فيها، لكن في حال الوصل هي خاصة بالإمام السوسي، هو العمل للإمام السوسي. إذا وترى الملائكة وقفا وتري سواء الدوري أو السوسي، أما وصلا لا، هذه خاصة في الإمام السوسي. طب قبل ما ندخل للإمام السوسي إيش عمل الإمام الدوري؟ نقول فيها الفتح وترى الملائكة، إذا بالفتح. طيب مثلا وترى المجرمين، وترى المجرمين أرى الهدهد، إذا فيها الفتح للإمام الدوري. طب الإمام السوسي لنرى الآن على الشاشة كيف، إذا ذات الراء قبل ساكن في حال الوصل وقفا انتهينا منه سواء الدور أو السوسي يميلها. أما الآن وصلا فهو خاصة بالإمام السوسي فقط، فبعدها إما أن يكون غير لفظ الجلالة أو بعدها لفظ الجلالة. إذا قد يكون غير لفظ الجلالة أو لفظ الجلالة نحو نرى الله، هذا لفظ الجلالة
نحو وسيرى الله فسيرى الله، هما ثلاثة ألفاظ فقط في القرآن، الموضع الأول في سورة البقرة الآية 55، والموضع الثاني من سورة التوبة الآية 94، والموضع الثالث اللي هو فسيرى الله الآية 105 أيضا من سورة التوبة. طيب، ما هو عمل الإمام السوسي؟ لنرى، إذا كان بعدها غير لفظ الجلالة، نحو مثلا أرى الهدهد فترى الودقة، إيش عمل الإمام السوسي فيها؟ له فيها الفتح أو الإمالة، له فيها الفتح أو الإمالة، إما أن تقرأها أرى الهدهد أو أري الهدهد، فترى الودقة، إما فترى الودقة أو فتري الودقة. إذا إما الفتح وإما الإمالة، نحو قوله تعالى مثلا القرى التي، إما أن نقرأ القرى التي أو القري التي، قري قري التي، إذا لنا فيها الفتح أو الإمالة، وطبعا الفتح هو المقدم أداء. طيب، إذا كان بعدها لفظ الدلالة فيكون فيها ثلاثة أمور للإمام السوسي، نرجع ونذكر ونؤكد أنه حديثنا عن الإمام السوسي، فلنا فيها أما الفتح نرى الله، وإما الإمالة مع تفخيم لفظ الجلالة نري الله نري الله، لاحظوا أملنا مع تغليظ لفظ الجلالة، أو الإمالة مع ترقيق لفظ الجلالة نري الله نري نري الله. إذا لنا فيها الفتح وهو المقدم نرى الله نرى نرى الله، أو الإمالة مع تغليظ لفظ الجلالة نري الله، أو الإمالة مع ترقيق لفظ الجلالة نري الله نري الله، هكذا. بهيك احنا اليوم انتهينا من لقاء اليوم، أسأل الله لي ولكم النفع والقبول والسداد. مين عنده سؤال؟ مين عنده استفسار؟ مين عنده مداخلة نسعد بها؟ طيب، السلام عليكم دكتور. دكتورة فايزة تفضلي. أستاذنا، الإمالة هل تكون مع التغليظ؟ هل هي رواية أم نعم هو اختص بها السوسي، لكن تفضل. مثلا يعني في ورشة يعني لا نميل مع التغليظ، لا إنما نقلل تكون مع الإمالة مع التغليظ. لا نعم. نقلل اصلا لا نقلل، يعني عند الامام الورش لنا فيها الفتح فقط، يعني نرى الله نقراها، نعم لا نعم نقلل فيها. لماذا؟ لانه سبب الاماله او سبب التقليل محذوف، ما اميل لاجله اللي هو الالف محذوف فلا اماله فيها، لكن الامام السوسي يتعامل مع الاصل في هذه الكلمات، يعني وكانه يميل مع التغليظ. نعم أنا سألت عن، أنا قصدت الإمالة مع التغليظ، هي رواية؟ هي رواية طبعا، كله رواية، ما فيش شيء جاء من عند يعني من عند مثلا القراء أو العلماء، كله رواية، فقرئ بهذه الكيفية، إما نري الله أو نري الله، إما تغليظ لفظ الجلالة أو ترقيق لفظ الجلالة مع إمالة نرى، وإما فتح نرى. نعم، إذا هو المقدم فتح. الفتح طبعا هو المقدم، إما نرى الله، هذا كالإمام الدوري وكل القراء، نرى الله أو نري الله، إمالة مع تغليظ لفظ الجلالة أو الإمالة مع ترقيق لفظ الجلالة نري الله. بارك الله فيك، جزاك الله خير. حياكم الله، بارك الله فيكم. إذا لا يسعني في نهاية هذه المحاضرة إلا أن أقول والحمد لله لها ختام، ثم الصلاة بعد، والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه وتابعي من واله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.